داخلين على اكثر من 45 سنه حاليا او 44 سنه ومحدش استثمر فوسفات، فبالتالي في مشكله. احنا بنقول ان لازم في الاستثمار الصناعي يبقى شباك واحد استثمار فعلي، جهه واحده معنيه بهذا الموضوع ويتم اقتحام هذا الموضوع. لان فعلا انا يمكن لما عرفت هذا الكلام انا خطبت القوات المسلحه العظيمه وبعت جواب لما لقيت ما فيش مصنع للاسمده الفوسفاتيه ولا مصانع الاسمنت، خاصه ان انا عندي هضبه كامله من الحجر الجيري، هضبه ومكان كبير جدا للطفله اللي هم العنصرين الاساسيين لازمين لمصانع الاسمنت. فانا ما لقيت لا فيه مصنع فوسفات اسمده فوسفاتيه ولا مصنع الاسمنت، فانا بعت جواب للسيد الفريق اول عبد الفتاح السيسي النائب الاول رئيس مجلس وزير الدفاع والانتاج الحربي، وقلت له ان احنا نرحب ان المحافظه، انا بجري بقى يعني عايز اقول مش هستنى. ففعلا بعت لي يوم 13/11 لجنه من القوات المسلحه مع المحافظه لمعاينه المكان وايه سبل انشاء المصنعين دول. وانا بدعو المستثمرين المصريين الجادين انه فعلا بلدنا فيها هذه المقاومات الصناعيه العظيمه جدا جدا. لكن مصانع للاسمنت او مصانع للاسمده ده مش بيتناقض مع فكره استصلاح اراضي؟ هل في تناقض؟ لان طبعا يعني هذه المنطقه واعده جدا في مجال الزراعه. لا، المحافظه لما بنقول نص مساحه مصر، اذا الموضوع ان في يبقى في منجم مصانع تاخد مناطق صناعيه في جميع يعني نواحي الحياه، صناعيه سواء الفوسفات سواء الرخام سواء الاسمنت سواء في تصنيع ايضا مبني على منتجات زراعيه. يعني عندنا ثروه حيوانيه كبيره جدا، يعني لو تشوف المزارع او الاراضي المزروعه في الوادي الجديد وتشوف الثروه الحيوانيه زي اوروبا موجوده بكثافه عاليه، يعني ممكن جوده عاليه جدا، جوده عاليه والجو نقي. فانا بقول الثروه الحيوانيه ممكن نتعامل عليها تصنيع اللحوم، تصنيع الجلود، المنتجات الالبان. فاذا في تصنيع ممكن متعدد، يعني ليس الفوسفات فقط موضوع. ففعلا انا بقول يعني في بالفعل مزارع للانتاج الحيواني والداجن في عندنا فيما يخص الزراعه في اشجار النخيل، يعني خاصه لها بالزبط. ازاي نستغل كل هذه الامور وكل هذه المقومات في تحقيق تنميه ملموسه وحقيقيه فيما يخص المشروعات الزراعيه المختلفه في محافظه الوادي الجديد؟ عشان كده انا بقول ايه؟ الوسائل المواصلات، البنيه الاساسيه، الطرق العرضيه، تشغيل مطارات الدخلة للمطار الدخل حتى اللي ما بشتغلش. فانا بقول لو اتعمل هذه وسائل المواصلات سواء البر او الجوي هيجذب سياح، هيجذب استثمار، لان ممكن عندنا احنا دلوقتي جديد ممكن يجذب استثمار من افريقيا بالدول العربيه طالما في مطارات. الموضوع ده ليه؟ موضوع الزراعه، الارض في الوادي دي فعلا زي ما قلنا في الاول ان الارض صالحه تماما للزراعه، وعندنا طبقا لبعض الخبراء والدراسات ان اكثر من 3 مليون فدان في الوادي الجديد، يعني مش عايز اقول زي البلاط، صالح للزراعه تماما. ايه اللي بيحدد الزراعه في الوادي الجديد؟ الوادي الجديد مش موجود على بحر احمر ولا بحر ابيض ولا وادي النيل، المياه الجوفيه. عشان كده العمل الرئيسي مجال الزراعه عندنا يرتبط بالمقننات المائيه من وزارة الري. يعني وزارة الري تقدر تقول لي النص مليون فدان ده صالح للزراعة أو غير صالح للزراعة، لأن في مية ومطر. يعني لازم يبقى في دراسات الأول، ده لازم اختيار المناطق اللي ممكن استصلاحها. ده حتمي، يعني احنا ارتباطنا بوزارة الري ارتباط وثيق، يعني احنا كان حابين يوم. طب ليه ده ما حصلش سياسات اللي هو يعني من السنين اللي فاتت دي كلها؟ هو لحضرتك حاجه، هو طبعا حصل ولكن ليس بكثافه. خلينا منتهى الصراحه لان احنا عايزين نبقى نقتحم المشاكل بصراحه وقوه. اكيد ما تمش كما يجب، ولكن حاليا انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هناك الدراسات اللي موجوده ويعلمها الجميع ان الدكتور الجنزوري اللي كان سيادته كان محافظ الوادي الجديد كان يرى ان تشكي هي المياه تشكي تصل بدل ما تدخل في منطقه صعبة جدا للزراعة، وتأهيلها للزراعة خد مننا كتير جدا جدا كوقت وكمال، ومحطات الرفع خدت كتير جدا جدا. لكن لو كان تم هذا المشروع لأرض الوادي الجديد اللي هي جاهزة تماما مجرد وصول، كان عندنا الآن أكثر من 3 مليون فدان مزروعين أفضل من مشروع تشكي. عشان كده بنقول فعلا
ان لازم نقول في وزاره الماليه او وزاره الري نقول ايه الارض اللي موجود تحتها مقاومه باقصى سرعه، ونعمل ابار اختباريه كثيره عشان نقدر نقول الارض الصالحه حاليا قد ايه للزراعه. طب ده بيتكلم طبعا توصيف ما بين المحافظه والوزارات. عشان كده بالفعل بيتم. مشكورا من انا برضو انا خطبت الدكتور محمد عبد الطالب وانا بشكره وزير الري وشرفت في المحافظه يوم الحد اللي فات عشان هذا الموضوع علاوه على مشاكل الري. صحيح. لان احنا كل ارتباطنا بالابار حياه الوادي الجديد سواء في الانسان او الحيوان او النبات كل اللي كان حي يرتبط بمياه الابار. فبالتالي سياده وزارتنا يوم الحد السابق وان شاء الله حضرتكم شرفنا بكره في الوادي الجديد مره ثانيه فده اصبح فيه اهتمام زائد بموضوع مشكله الري. وهنلتقي بكره بالمواطنين اللي هم حياتهم كلها في الابار عشان هذا الموضوع علاوه على الاراضي فيه ابار خاصه بالمواطنين واراضي بقى فيه مناطق عايزين تبقى تطرح لجزئين المستثمرين كبار المستثمرين وانا اتصلت بكبار المستثمرين عشان اجذبهم للوادي الجديد علاوه على الارض اللي هتخصص للشباب. انا برضه عملت ابناء المحافظه طبعا عشان ما تبقاش ترضى للناس المحافظه وخارج وابناء شباب مصر من خارج المحافظه تعبير المحافظه يعني المساحه الكبيره اللي هي السكانيه لان احنا مش عايزين يبقى في زياده في عدد السكان في حد ذاته في الوادي الجديد ولكن تكون زياده من خلال الشباب من وادي النيل عشان يبقى كده المحافظه حققت الهدف وانشاها يبقى فعلا كده. ففعلا لو فعلا تم تقنين المياه في اكبر مساحه في الوادي الجديد وان شاء الله هتبقى موجوده ان شاء الله هتبقى جاهزه للزراعه ان شاء الله. هل هذه الطبيعه الصحراويه طبيعه الارض بتفرض يعني منتجات معينه يتم زراعتها؟ ده كان في تصور ده كان في بعض الازمنه او في الفتره السابقه ولكن انا بعلم حضرتك انا زرت مناطق في الوادي الجديد. المنتج الرئيسي في الوادي الجديد هو البلح او التمور. وعندنا اكثر من 3 مليون نكره. واحنا في الوادي الجديد احنا اللي عاملين اكتفاء ذاتي في مصر من التمور. علاوه ان احنا بنصدر منتجات التمور الى بعض الدول الاوروبيه والعربيه. وده شيء عظيم جدا جدا. لكن ارض الوادي الجديد صالحه تماما للمنتج الرئيسي اللي هو الاحتياج الاستراتيجي لمصر وهو القمح. كفى ان حضراتكم تعرفوا ان احد قرى الوادي الجديد انا زرتها واسمها قريه الامان. القريه دي تعداد سكانها لا يزيد عن 2200 فرد. ومع ذلك انتجت خلال السنه دي اكثر من 5700 طن قمح. ومشوقين حتى الان ونحتاج في الوادي الجديد الى صوامع لتخزين هذه المنتجات. ويجي المشكله دايما مع القمح. ففعلا انا قريت ان في دراسات لعمل صوامع فانا بدعو برضو القائمين على هذا الموضوع لانشاء صوامع لانتاج القمح في الوادي الجديد. انا لما زرت القريه دي وشفت شونه فيها حوالي مثلا مساحه مربعه اكثر من حوالي 3 فدادين قمح مخزن في الاشوله موجوده ولكن الحمام كان الحمام من جمهوريه مصر العربيه كله اتجمع هناك. الانهدار اللي موجود من القمح دي مشكله فبالتالي لازم حل. فبالتالي احنا عايزين الارض صالحه للقمح صالحه للتمور صالحه للخضره من كل الاشكال فاحنا ارضنا صح لكن احنا بنقول غير صالحه وبنحرم وبنجرم صناعة الأرز لأن الأرز بيحتاج أرض طينية اللي هي المسامية بتاعتها صعب بتحجز المية. هي لا تصلح للزراعة في الأراضي دي. احنا للأسف البعض بيزرعها هناك واحنا بنعمل ليه مخالفات مع وزارة الري ووزارة الزراعة ولكن كافة المنتجات. أنا شفت بعض المزارع الموجودة الاستثمارية. مستثمر خد أكثر من 2500 فدان وبيتمنى ياخد ال 7500 فدان اللي فيهم بعض المشاكل. انا بتمنى المستثمر واي مستثمر اخر ياخذ الارض. جنه الله في الارض. عامل حوالي 1000 فدان من البرتقال وحوالي 500 فدان من الزيتون وحوالي 500 فدان من الذره وبيزرع البطاطس وبيزرع كل حاجه. اذا ارض الوادي الجديد
صالحه لزي شيء كل شيء ان شاء الله. بس احنا محتاجين ان احنا نشتغل عليها بشكل كبير. طب خلينا نتكلم ست المحافظ عن هموم ومشكلات وطموحات وامال الشباب في محافظه الوادي الجديد فيما يخص ايجاد فرص عمل مناسبه ليهم. طبعا يعني هي الحديث عن البطاله من المشكلات والتحديات اللي بتواجه مصر كلها يعني بمختلف المحافظات والمدن، ولكن احنا بنتكلم عن الوادي الجديد حابين نتكلم عن يعني مدى امكانيه توفير فرص عمل للشباب، خاصه انه عدد كبير من المراقبين اللي زاروا محافظه الوادي الجديد شايفين ان معظم المهن بتتجه اكتر للسيدات والفتيات، لدرجه ان الرجال في محافظه الوادي الجديد بيتمنوا ان هم يتساووا مع السيدات هناك فيما يخص طبعا الصناعات المختلفه المرتبطه بالملابس والكليم والفخار وغيرها من الصناعات الجميله حقيقه والتراثيه المهمه جدا في الوادي الجديد. هو اولا يمكن هي في نقطه مهمه جدا، يعني في الوادي الجديد معظم ابناء هناك في الوادي الجديد يمكن بيهوا او بيحبوا الوظيفه في القطاع الحكومي، وانا منتهى الصراحه هم عارفين ان انا صريح معاهم دايما يعني، لكن انا طبعا انا بشدهم بناشد كل سكان ومواطنين الوادي الجديد ان احنا عايزين نتجه الى العمل في المجالات اللي هي الحره خارج موضوع الوظائف الحكوميه. ليه؟ بتحقق كمان ربح اكتر بالنسبه لهم. ده اكيد. وعايز اقول لحضرتك حاجه، النواحي الحكوميه دائما محدوده، يعني المدينه اللي فيها مستشفى مش هيبقى فيها اثنين مستشفى مركزي، مش هيبقى فيه اثنين مستشفى عام كل الاعداد. الجامعات التعاونيه الزراعيه في كل قريه او مدينه هي واحده، مش هيبقى اثنين. بس فكره البحث عن الوظيفه الحكوميه مش مرتبطه اعتقد بالشباب الوادي الجديد، مرتبطه بالشباب المصري في يعني اللي هو ان جالك الميري اتملى في ترابه وظيفه حكوميه ثابته تبقى يعني ده شيء مهم. يبقى احنا اتكلمنا عن شيء مهم. ان انا بقول انا بناشد الشباب المصري بصفه عامه وفي الوادي الجديد ايضا ان احنا فعلا عايزين نتجه الى العمل الحر في المجالات الحره دي اكثر ربحيه، واسمها عمل حر حر صحيح، مفيش قواعد ولا قوانين ولا قيود، انت اللي يعني مقاليدك بيدك، انت اللي هتعمل تعلي الانتاج بتاعك. علاوه احنا عايزين نقول ايه؟ الاماكن الحكوميه مش هتكون كافيه ل 90 مليون المسكن، منهم 40 مليون في وظائف حكوميه ولا 20 ولا 10، هيبقى صعب جدا جدا. بدليل ناس كتير قاعده في بيوتها يعني. يبقى لازم نتجه الى عمل حر. طبعا ده يستلزمه حاجات مطلوبة من الدولة وحاجات احنا قلناها من الشباب. الشباب ان هو يعني يبادر يقول اروح عمل حر وما يقولش ان انا اصمم منتظر العمل الحكومي. ايه مجالات العمل الحر اللي ممكن تبقى متوفرة عندنا؟ كويس جدا، سؤال حلو. احنا عندنا منطقة صناعية على سبيل المثال، ولما زرنا الاستاذ الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط ادانا دعم ب 83 مليون جنيه لترفيق المنطقه الصناعيه بالمرافق الرئيسيه، الكهرباء والمياه والصرف والطرق. فده شيء عظيم جدا، هيعمل لنا اكثر من 120 مصنع في مدينه الخارج، ولسه هنعمل في الداخله، وهنعمل في بلاط وباريس والفرافره. فبالتالي لو المنطقه الصناعية